وحشتيني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. قولي يا اخويا عاملين فيك ايه هنا؟ الحاره كلها قلقانه عليه. انا كويس ما تقلقيش، بس اوعي تجيبي سيره لحد انك شفتيني هنا يا بت. ما تخافش يا اخويا عيب. بقولك ايه؟ بيرم ما جالكيش ولا سأل عليكي. جه المنيل على عينه قطعه واخد اللي فيه النصيب واتكرش من الحار. ده طلع واطي قوي يا بت، بس انت طلعت ب 100 راجل. ما انت راجلي برضك يا عصفور. وحشتيني يا بت. ريالة توهية، انتوا مش قاعدين في كازينو يا حبيبي، هتقعدوا انتوا الاثنين بقعده وتخليكوا قاعدين، هتقلوا ادبكم انتوا الاثنين بره. يا باشا بقى حرام عليك، ده انتوا خدتوا لي الدخله يا باشا. يا باشا ما سيبنا نفك شويه يا باشا، خمسه بالحب يعني مش هيجرى حاجه. انت مجنون يا ده؟ عايزني اقعد لك ورمي ولا ايه؟ العفو يا باشا مش القصد، بس يعني سعادتك ممكن تعمل عبيط عشان اخوك الصغير عصفور. بقول ايه يا باشا؟ ما تاخد حضرتك سجاره كده وفي استكانه الشاي بتاعك وتطلع تشربها بره في الهواء، سيبنا بس نعيش اللحظه. مثلا ماشي، انا هروح الحمام واجي على طول. ها ومش عايزكم تتشاو قوي، انا منقي الاوضه دي بالذات عشان كلها كاميرات، البوابين قاعدين بيتفرجوا عليكم. شفاكم الله وعافاكم يا باشا. ميرسي يا حبيبي. يلا يا بت نمتع البوابين. وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. بقول لك يا نتاشا، انا كنت عايزك في موضوع مهم كده. اؤمر. انا كلفت بمهمه قوميه قد اعود بعدها وقد لا اعود. ما تقعدش فين يا عصفور؟ الموسادة الإسرائيلية. الموسادة الإسرائيلية دي عصفور؟ الموسادة الإسرائيلية جهلة، ده جهاز عندهم هناك زي جهاز الأمن المركزي عندنا هنا، اخترع بطل خارق. البطل الخارق ده زي بالظبط، بس زودوا عليه خاصية الاختفاء. مش فاهم. خاصية كده يعني إن احنا ممكن نبقى قاعدين وهو معانا في نفس ذات المكان واحنا مش شايفينه، وانا مكلف بالقبض عليه. المهم واللي اهم من كده ان انا عايزك وانت قاعده في البيت يا اختي تبقي تقلي، وانت داخله تستحمي، ده اذا يعني فكرتي تستحمي بيخش يستحمي بهدومك يا اختي، ما تضمنيش الظروف، جايز يبقى واقف لك على الكبانيه او على الحوض بيتفرج عليك يا نتاشا. يا اخويا وماله، ما استحماش خالص لحد ما تقبضوا عليه. جدع يا بت، الاهم من ده كله لو جرى لي حاجه، اذا جرى لي حاجه يعني عايزك تبقي سايحي في قلب الحاره ان عصفور مات بطل وما كانش هافق، وان عصفور كان هو الرجل العناب واستشهد من اجل مصر. استشهد من اجل ايه؟ من اجل مصر يا اخويا. من اجل ايه يا نتاشا؟ من اجل مصر يا عصفور. وحشتيني قوي يا بت. انت كمان يا عصفور. يلا بقى قومي ارسعيني بوسه قذره من بتوع الافلام. يا باشا ايه الفصلان ده يا باشا؟ ده مؤاخذة عصفور، كنت بقفل السوستة. شفاكم الله وعافاكم يا رت بسبعة ارواح. استبعاد صريح الفيل من سباق الرأس. سؤالك صريح، سؤالك فيه، السؤال اللي انت هتشوفه صريح. صريح بيه؟ صريح بيه؟ موظفين الجورنال والقناة عاملين اعتصام برا علشان ما قبضوش فلوسهم. انا هجيب لهم منين؟ هجيب لهم منين؟ ما كل الشركات سحبت الاعلانات بتاعتها من عندي بعد الفضيحة والمهزلة اللي حصلت للزفت اللي اسمه العنابي ده. انا خلاص القضايا بقت نازلة على دماغي زي المطر. دول هيكسروا القناة، هنتصرف ازاي يا ريس؟ ريس ايه بقى؟ خلاص كان حلم جميل وصحيت منه فيك. حلم جميل وصحيت منه فيك. بابا بابا تعال يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. انت رايح تقبض على الجاسوس؟ ايوه يا حبيبي رايح اقبض على الجاسوس، بس احنا قلنا ان ده سر. لا انا قلت لازم. طب قول له ما يقولش لحد. لا وقال للشريفة. طب قول له يقول لها ما تقولش لحد. حاضر يا بابا. نظام يا حبيبي، انا عايزك تعرف ان انت من النهارده راجل البيت، عايزك تاخد بالك من ماما كويس، وعايزك تعرف ان انا لو ما رجعتش ابوك عاش بطل ومات بعد الشر عليه بطل.
تيسير بيه تيسير بيه، وانت راح تقبض على الجاسوس؟ تعالى يا عم عبدو. عم عبدو انا لما حكيت لك على موضوع الجاسوس ده حكيت لك عشان بثق فيك انك مش هتسيح. ما تخلينيش في يوم من الايام اندم على الثقه اللي اديتها لك انت او سعيد الطباخ او مرزوق الجناعيني. سرك في بيه يا بيه، وتيجي لنا بالسلامه. ادعي لنا يا عم عبدو. تروح وتيجي بالسلامه يا بيه. ربنا يخليك. مصر امانه في رقبتك. انا عارف طبعا. يلا. دي المره دي 1,500,000 جمعكم النهارده لاجل الصلح. كفاياكم دم وطار. قلت ايه؟ اللي تشرب بيها كبير. وانت قلت ايه؟ اللي تشرب بيها كبير. مش بس كده، كل واحد فيكم ياخد كفنه ويقدمه لاخوه دلوقتي. فوق ده العيلتين لازم يتجوزوا من بعضهم لاجل ما يبقوا عيله واحده. قلت ايه يا حسنين؟ الله ينور عليك يا كبير. وانت قلت ايه يا محمدين؟ اللي تشرب بيها كبير. طب اسمع انت دي بقى، اسمع دي. اهلا بالتبسيط يا ابن الطاعه. الهزار ده بقى يا باشا. لا انا ما هزرش الهزار ده عصفور، لان انا ما احبش حد يهزر معايا الهزار ده. يا نهار ازرق. ارجع للخطه الصعيدي، شكله حوالينا. احنا اتاخرنا قوي على عمك الرفاص. طب مد يا ابو العمده. امن امن عشان ما يعملهاش تاني. وصلت الدماغ في اي حاجه واحنا بنوشوشك ما سمعتهاش؟ تمام كده، احنا عملنا اللي علينا، مش ناقص غير توفيق ربنا.
يلا عصفور يلا. ازيك يا انكل صريح؟ عايز ايه يا بيرم؟ وحشتني، قلت اجي اشوفك. ما تشوفش وحش، بس انا شفت وحش. مش حلوه منك دي يا صريح. امال فين البواب والسواق بتوعك؟ ولا مشيتهم عشان توفر في المصاريف؟ ده انت جاي تشمت فيا بقى بعد ما خربت بيتي. هو انت لسه شفت حاجه؟ لسه التقيل جاي. العب بعيد ولا انت مش هدي. انا صحيح وقعت، بس لسه صريح الفيل يا نمله. انا هديك فرصه تهرب المره دي، لكن لو شفت وشك هنا تاني هدفنك بالحياه في الجنينه بتاعت الفيلا. وديني لو أريك، وديني من حاتك. يا حصلت يا بيرم انك تيجي لغايه بيتي وتهددني كمان. اتكلم على قدك يا صريح. بيرم ايه ده؟ طلعت هنا ازاي؟ اكيد نطيت من البلكونه حرامي. انفد بجلدك انا بدل ما ندهلك رجال الامن يقطعوك حتت ويرموك في الشارع. رجال الامن؟ اندهلوهم؟ انت اللي عملت فيهم كده؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا بيرم؟ عايز اقتلك. يا عم يا عم بتدور على ده يا صريح بيه؟ لا تعال. انت بتستحمى زينا عن العفريت؟ يلا تحب تتعشى ايه النهارده يا صريح باشا؟ يخرب بيتك انت كفوان كفوان يخرب بيتك يا بيتك. على فين يا صريح؟ عبريت عبريت يمه عبريت يمه. الحقونا يا ناس الحقونا يا خلوهم يا ناس يا خلوهم. اسمعوا رجالي ركزوا معاي، انتوا اللي فاضلين في البلد، يبقى لازما نتصافى ونتصالح. ما ينفعش كده كل اسبوع ينقص مننا واحد زي ما نكون في الاكس فاكتور. خد كفنك اهو الراجل البسيوني اهو لابس ساحر. اثبت يا بسيوني. هدي تعجبني. طب ما تيجي نلعبها الصايمة احسن. عايمين فارس تفارس، انت تقلع النظارة اللي شايفني بيها وانا اقلع برضو الكاب اللي مختفي على الناس بيه. التبينا فارس لفارس فارس لفارس. ايه
كشك ملك يا بسيوني. عجيب أمركم أيها المصريون، بتصدقوا أي حاجة. أنا بقى هلبس الكابتن. عجبا لكم ايها الاسرائيليون، ناسين ان انا معايا نظاره تانيه. كثفوا تصوير باشا، دي عشان فلسطين، ودي عشان العدوان الثنائي، ودي عشان حرب 67، ودي عشان حرب 73، ودي عشان حرب الخليج. الله ينور عصفور. خدوه يا رجاله. لا رجاله لا. الله ينور عصفور. انا مش استاذ، انا صريح باشا الفيل اللي ماليش في السياسه مثيل. انا صريحه وزلومه، زلومتي اقوى من الشومه. وعايز اقول لكل بيرم احترم نفسك. انا عايز بيرم اللي واقف في الاخر ده يسيب يد بيرم اللي جنبه. بيرم لما نزل من التاكسي وراح يعمل السلطه انا جريت، وبعدين انا بجري لقيته خارج من الحمام بيتشطف. انا بيرم، انت بيرم، كل الناس بيرم. وانا احب اقول كلمه لمصر، كل سنه وانتي بيرم، كل سنه وانتي بيرم يا مصر. اللي حصل مع صريح الفيل ده غضب من عند ربنا، زي ما اتلعب بقلوب الناس ربنا خد منه عقله. يعني عليك يا صريح، كان بسم الله ما شاء الله طول بعرض، بس يا خسارة جاله والعياذ بالله عطل، الحلو ما يكملش. أنا في الحقيقة وبصراحة وبوضوح أنا أصلاً ما بتفرجش على صريح الفيل. كلنا مزعلين على صريح، إحنا كشباب كان حلمنا مع صريح والراجل العنابي، كان كل شاب فينا جواه عنابي صغير، وكل راجل فيك يا مصر كان جواه فيل صغير. لما الناس كده تقل مع الشعب مرة واحدة من غير ما يحصل مننا أي حاجة ناحيتهم، يبقى الناس دي مش تمام وتستاهل اللي حصل لها. وعلى فكرة مصر ولادة وما بتبطلش خلفة للنهار. ومن هنا أعزائي المشاهدين، قمنا برصد كامل متكامل لآراء الشعب المصري بمختلف أعماره وفئاته، ومن الواضح أن ليس هناك أي تعاطف مع صريح الفيل. ودلوقتي نقدر نقول وداعا أيها الفيل، وداعا بدون عودة أيها الفيل العزيز. نهاية مؤسفة لهذا الفيل الصريح. ونعود الآن إلى الاستوديو مع السيد عز الدين عتائي. بنشكر مراسلة البرنامج المجتهدة جدا سلمى، ونعود إلى برنامجنا. عاوز أقول لكم يا جماعة إنها مش شماتة ولا حاجة، هو كان مريض نفسيا ودلوقتي بقى مريض عقليا. وبكده ينتهي برنامجكم وبرنامجي طبعا، مش هتلاقي أحسن من عتائي. وبخصوص أطفالنا الحلوين هنخرج فاصل وهنرجع لهم تاني ببرنامجهم المحبب جدا عز الدين والتنين. احنا جايين نشتغل ولا جايين نلعب؟ والله يا دكتور انا عمال اشتغل لوحدي اهو من الصبح، وعمال اتحايل عليهم عشان يشتغلوا معايا، مش راضين وسايبيني وعمالين يلعبوا. الله، انا شايف قدامي 5 بيرم بس، ناقص بيرم. وغصب عني يا ابنودي، انت بس خلي بالك من نفسك وانا هبقى اكلمك من وقت للتاني. بيرم، انت بتكلم ابنودي من ورايا؟ لا والله يا بيرم، ده انا كنت بطمن عليه بس، ما هو ابنودي ده برضه اخويا. اخوك؟ اخوك اللي باعك وفضل عليك اخت عصفور؟ لا لا يا بيرم، هو ما باعنيش، انت اللي طردته من البيت. يعني ايه؟ يعني انا كذاب؟ لا لا يا بيرم، انا اللي كذاب، انا اللي كذاب وقليل الادب كمان. ابنودي ده ما تكلموش تاني. حاضر يا بيرم. وكلامي يتسمع بعد كده. حاضر يا بيرم. ومش هتقعد معانا النهارده، انت متعاقب، هتتذنب جوه في الحمام. حاضر يا بيرم. ركزوا معايا كويس،
بس اللي حصل في صريح الفيل ده مش كفايه عليه يا دكتور. انا كان نفسي اقطعه باسناني عشان اشفي غليلي من اللي عمله في امي. بقول لك يا دكتور، ما تسيبني اروح ازور امي في المستشفى واجي على طول. امك مين؟ قصدك فاطمه؟ فاطمه اللي فضحتك واتجوزت صريح الفيل؟ مش عايز اسمع الكلام ده تاني. ايوه بس دكتور شيحه لو هنا كان هيبقى لي راي تاني. ولا عايز اسمع سيره دكتور شيحه ده برم ثلاثه. دكتور شيحه ده هو اللي غرقني. خلينا في الشغل. صراحة الفيل كان واحد من الليستة، والليستة لسه طويلة. الخطوة الجاية مصر طول عمرها شريفة بناسها وأهلها وشعبها العظيم. في مواجهة الجديدة من نوعها في العداء المتصل بين مصر وإسرائيل، هي مواجهة السوبر. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن ده العادي بتاعنا، يعني إحنا عبرنا قبل كده والتاريخ يشهد، والنهاردة إحنا بنعبر تاني، وإحنا جاهزين أن إحنا نعلم عليهم في كل المحافل الدولية. ولو كانوا بيفكروا أن هم يعملوا رجل خارق، فانا ان شاء الله النهارده والحمد لله بتوجيهات سياده الوزير قدرت ان انا اعلم عليه وما بقاش خارق، بل وما بقاش راجل اصلا. والحد يفهم. اسف على التعبير. هل واجهت صعوبه في التغلب على الرجل الصهيوني؟ والله لو قلت لحضرتك ان انا ما واجهتش صعوبه ابقى بضحك على نفسي قبل ما اضحك على حضرتك. بس مصر محتاجه مننا كل تضحيه، ونقف جنبها واحنا كبار زي ما وقفت جنبنا واحنا صغننين. تحب تقول ايه لاسرائيل؟ احب اقول لهم ان احنا هنرجع بس مش دلوقتي. والنبي نصور البيت دي معاك. اهلا وسهلا. شكرا يا حاج. الف مبروك. ربنا يخليك يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه. نحبك يا شرطي، يا شرطي، يا شرطي، يا شرطي، يا شرطي. الله يا مصر، الله على الفرحه النهارده. قد ايه انا فخوره ان انا مصريه، انه اشبه بيوم عيد شبيه بيوم عبور سيناء. بجد كم أنت كبير وعظيم يا رجل يا شرطي، وبجد من قلبي كم بتمنى إن كل رجل مصري يكون بشجاعة وشهامة رجل الشرطي. أشكركم أعزائي المشاهدين، تصبحوا على خير. هايل يا فاروق، هايل. جرايد والمجلات والقنوات الفضائية مالهاش سيرة غير الموضوع ده. تلميذك يا سعادة الباشا. أظن بقى بعد ما صريح اتجنن العملية دي هتخلينا نفوز في الانتخابات بنسبة 99%. 100% مش كتير عليك يا سعادة الباشا. ادي تيسير مكافأة وخد انت مكافأة، ومكافأة لكل اللي اشتغلوا في العملية. كله من خيرك يا سعادة الباشا. أنا حد الوقت تيسير أجازة كام يوم. لا أجازة لا، احنا عندنا بكرة مؤتمر شعبي. بيرم انت فين يا عم؟ الدكتور ليك وحشه والله العظيم. وحشني يا بطل مصر يا معرف الاعداء حجمهم. ربنا يخليك. مختفي فين يا عم انت؟ كنت قاعد بحلل في تركيبه الرجل العناب كده وبشوف الاثار السلبيه ليها. يا عم كبر، كله تحت السيطره، احنا في زمن الشرطي. لا ما انا اكتشفت تطورات هتحصل له في الفتره اللي جايه، عايز اقول لك عليها عشان الموضوع ما يفلتش من ايدك. ايه ده بجد ولا ايه؟ طب والعمل؟ عايز اقابلك 10 دقايق اقول لك اللي هيحصل له، وبعديها كل واحد منا يروح لحاله. ماشي ماشي، اجي لك فين يا بيرو؟ مبروك يا عم العربيات الجديده، فلوس الحكومه دي. ها اركن عربيتك وتعالى فرغها عليها. اربعه توام، خمسه توام، ده كوبي بيست، ده كوبي واحده وسته بيست. جرايه سياده النقيب، احنا مش كان في بينا اتفاق ان الرجل العنابي ما يظهرش تاني؟ ايوه يا دكتور، ما هو اللي في الصوره دلوقتي الرجل الشرطي. هو انا كنت بخلص من الرجل العنابي عشان يطلع لي الرجل الشرطي؟ ايوه بس يعني حضرتك عارف ان الرجل الشرطي ده لا بيعرف يطير ولا بيعرف يعمل اي حاجه. انا عارف بس الناس مش عارفه. ما تزعلش مني يا سياده النقيب، مصر ما ينفعش يبقى فيها غير بطل واحد. انتوا هتعملوا ايه يا دكاتره؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا بيرو، الله يخرب بيتك يا بيرو.
الو الو انا مدحت يا مدحت، انا متعلق على ساحه الجامعه، انت عارف فين ايه؟ البلد كلها عرفت. بقولك يا مدحت اتصرف ونزلني، ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، اتصرف لو سمحت، ويا ريت قبل الساعه 6 عشان لو العقرب جه عليها هقع. ماشي يا مدحت، الله يخرب بيتك يا بيرو. ضيعتوني معاكوا يا اخبيا. انا مش مصدق نفسي، بس ان شاء الله هنتدارك الخطأ. نتدارك ايه يا فاروق؟ دي مصيبة، دي كارثة، دي النهاية يا فاروق. نهاية ايه بس سعادتك يا فندم؟ كل شيء هتنسي وان شاء الله كل شيء يبقى تمام. يبقى تمام ازاي؟ ما انت اهو متحول للتحقيق وتيسير هيتوقف. يعني شوف حضرتك، احنا احترنا واحتار دارينا مع الشرطة دي، عمالين يقولوا لنا ادونا فرصة ادونا فرصة، ولما ندوهم فرصة ينصبوا علينا. يعني حضرتك شايف الراجل الشرطي مش قادر يحمي نفسه، هيحمي الشعب ازاي هو والشرلوتي اللي معاه؟ بمناسبة الشرلوتي نفسي اقول له كلمة واحدة بس، ده اسم تقابل بيه ربنا. احنا شباب مصر ما بقاش عندنا ثقة في حد، والراجل الأجنبي هو طلع قليل الأصل وساب الناس في البحر وهرب، والراجل الشرطي اخرته هو متعلق. طب هنروح لمين؟ شوف حضرتك، اذا كان العنابي ولا الراجل الشرطي ولا صريح ولا الشرنقوطي، كل دول اصحاب مصالح شخصيه ما بيهمهمش مصلحه البلد. امتى يبقى المواطن المصري له قيمه وثمن وسعر وكرامه زيه زي المواطن الامريكي؟ وده علاقته بموضوعنا النهارده؟ ما هو كل الطرق حضرتك بتودي الرومه ولعلمك هو ده اللي هم عاوزينه. هم مين يا فندم؟ الامريكان طبعا. ما تبصوا بره الصندوق شويه، احنا شعب عاطفي قوي على فكره، أمنا للعنابي مع إنه خاين وملوش أمان، وأمنا الراجل الشرطة مع إنه مش حنين وأجراسف شوية وتخين جدا، بس برضو ما فيش راجل في الدنيا يستاهل ولا بيقدر الحب ولا الرومانسية، ولا حتى العنابي ولا الشرطي ولا الشرنقوطي، كل دول حتى ما بيقدروش. وها نحن في مسلسل فضائح المرشحي للرئاسة، ولا يسعني أن أقول غير لك الله يا مصر، لك الله. ونعود الآن إلى النجم عز الدين عتائي المرشح للرئاسة الوحيد الشريف حتى الآن. إلى هناك. عمرك ما كنت تستحق البدلة اللي أنت لابسها. أنا كنت غلطان لما تصورت أنك شخص ممكن أعتمد عليه. يا فاروق بيه، أنت مرفوض يا تيسير، ومحروم من مكافأة نهاية الخدمة، ومحروم من معاش، ومحروم من اي حاجه تربطك بالداخليه. انا لازم ادمرك زي ما دمرتني يا فندم. انا قلت لحضرتك قبل كده ان بيرم هو اللي ورا الموضوع ده كله، وانه بقى بسبعة ارواح، وان العنابي بس هو اللي يقدر عليه. دي ناس سوبر يا فندم في بعض، كان في ايه ينفع انا اعمله؟ كان ينفع تبقى ظابط محترم مش ظابط فاشل. اتفضل انت بره وما تورينيش وشك هنا تاني. استنى عندك، سلم عهدتك وسلم ربودات الرجل العنابي الميت. وانا كل ما هدخل عليكم هلاقيكم بتلعبوا. احنا جايين نشتغل ولا جايين نلعب؟ لا يا دكتور، جايين نشتغل طبعا، احنا بس كنا بنفك شويه. الله، امال فين بيرم ستة؟ ايه مالكم بتبصوا لبعض كده ليه؟ كنت فين؟ كنت بزور فاطمه في المستشفى. انت بتكسر كلامي؟ العفو يا دكتور، انا بس كنت قلقان عليها قوي ونفسيتي كانت تعبانه مش عارفه اشتغل، فقلت اروح اطمن عليها عشان اعرف اركز في شغلي. غلط، اللي عملته ده ممكن يعرضنا كلنا للخطر. وبعدين فاطمه اللي انت رايح تزورها دي ارتصتك وراحت اتجوزت صريح الفيل من ورانا كلنا. يا دكتور والله انا اصلا خلاص بقى يا بيرم، الدكتور عنده حق. وانت ايه اللي حشرك يا بيرم انت؟ انت حديت محلس له، ما انت بتنزل بالليل كل يوم تتفرج على ناتاشا وانا مش عايز اتكلم. انت بتروح بالليل تتفرج على ناتاشا؟ والله يا دكتور ده هو امبارح بس اللي عملتها، اصلها وحشتني قوي. اخرس ناتاشا دي، هزقتك ومسحت بيك الارض قدام الناس كلها، ودورها جاي في الليست على فكره. واضح ان انا اتسهلت معاكم،
لكن من هنا ورايح اللي هيكسر لي كلمة أنا هقتله، ومستعد أقتل بيرم بيرم فيكو لحد ما بقى بيرم لوحدي. شفت حرقت دمه إزاي؟ حاضر يا بيرم، كلمتك على رقبتنا كلنا. مش عايز صوت، اترزعوا كلكم قدامي. متهيألي يا دكتور احنا كده ماشيين على الخطه اللي احنا رسمينها بالظبط. قصدك الخطه اللي انا حاططها؟ وانت ايه واحنا يا دكتور؟ ما كلنا بيرم. لا بس انا بيرم الماستر وانتوا السته نسخ ليا. اللي تشوفه يا دكتور. قول لنا بقى ايه اللي جاي. على راي تامر حسني اللي جاي احلى. تامر حسني، الله يمسيك بالخير يا شفيق. سيبك من شفيق دلوقتي وركز معايا. تاني يا دكتور، احنا مش خلصنا منه ده؟ لا، اللي احنا خلصنا منه الرجل الشرطي. تأثير فهمي دي سكة تانية خالص.